أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات وطنية. ويسرني أن أقدم لكم هذا البرنامج الذي يختص بعرض الكفاءات الأردنية والمميزة والواقعية التي لطالما البعض يغفل عنها. بداية رحبوا معي بالسيدة إقبال محمد سلامة، صاحبة معرض بازار شغل أيادينا، صاحبة الذوق الرفيع. أهلا وسهلا فيك سيدة إقبال، ونورتينا عبر قناة جلسات. حبيبتي أنت شرفتونا بزيارتكم لنا حبيبتي. الله يسعدك. من هي السيدة إقبال محمد سلامة؟ الغنية عن التعريف حبيبتي. شكرا لك. كلك ذوق. ست بيت، بدأت شغلي أول شيء بالتعليم، طبعا أخذت دورة قش. حبيت اني انا من بحب، طموحي كبير اني بالشغل اليدوي كتير بحبه، حبيت اخذ كذا دورة واتعلم، وهذا تعليمي برضه انه مش لبيت، يعني مش لحالي، لا لبيتي ولأسرتي. صحيح. وانه اشتغل فيه كمان، والحمد لله كان اكبر داعم لي اللي هو زوجي واولادي، هم يعني دعموني وشجعوني بهذا الشيء، لان لولاهم ما وصلت لهالموصول اللي انا فيه. أكيد. فالحمد لله فضل من الله، يعني اللي ربنا يسر لي هذا الشيء. والحمد لله بدأ، كانت بدايتي طبعا بالجمعية، جمعية سيدات مرج الحمام، ولما طبعا شوي شوي بالشغل اليدوي انضميت لجمعية صناع الحرف التقليدية، اللي بفضلها طبعا صرت بسوق جارة ما شاء الله، طبعا كمركز للتسويق، ونظمت كمان عدة بازارات ومعارض، والحمد لله كانت موفقة، الحمد لله فضل من الله، الحمد لله. وأكثرها كانت مع أمانة عمان الكبرى، صيف عمان ومهرجانات، الحمد لله فضل من الله. شوي شوي خلال تنظيمي للبازارات نظمت في مجدي مول، ومن هناك استأجرت محل، وهذا كانت بدايتي في أني كتسويق لهذا المنتج اللي أنا بشتغله، شغل القش وشغل المطرزات الفلاحي، شغل الاكسسوارات، شغلات كتير بحبها، يعني اني اشتغلها بايدي. وتعرف المنتج الصيني صار كتير يعني فرض نفسه بطريقة مش معقولة. صحيح. باسعاره المنخفضة طبعا، انها ميسرة، فانا قلنا لا، بدنا كمان انه ننهض بالمنتج الاردني حتى انه يكون قدوة، يعني حتى لإلنا كستات أنه نشتغل ونبرز هويتنا الثقافية. والحمد لله، الحمد لله نجحنا في هذا الشيء. ما شاء الله، قصة نجاح جميلة. تسلميلي يا عمري. سيدة إقبال، معرض بازار شغل أيادينا، متى تم تأسيسه وما فكرة إنشاءه؟ زي ما حكيت لك، هي من خلال عمل البازارات والمعارض فالتقيت أني ليش ما يكون لي مكان. كتير ناس بقول لك يعني انتوا بالمعارض والبازارات، طب وين بدنا نلاقيكم بعدين؟ مثلا احتجنا لهدية، احتجنا لمنتج معين، ان نكون في يعني مكان للتسويق. فالحمد لله زي ما حكيت لك، هي فضل من الله ومن زوجي، يعني هو اللي يسر لي هذا المكان، والحمد لله بدينا تقريبا صرنا بحدود الخمس سنين بالمحل، والحمد لله فضل من الله، يعني لانه ما خلاني اني اكمل هذا المشوار طبعا من دون دعم زوجي واولادي، الحمد لله. كان الله يخلي لك اياهم يا رب، ومن زايد لزايد. شكرا لك. نتحدث مع العائله الكريمه كلها، يعني اكيد اكيد. الله يخلي لك اياهم يا ربي. الله يسلمك يا رب. نتحدث الان عن اليه العمل والخدمات اللي بقدمها هذا المعرض. زي ما حكيت لك، المنتج الصيني كتير صار يعني كتير منتشر بشكل فعشان هيك لا، ليش ما إننا نخلي المنتج الأردني إنه يتفوق على هذا المنتج الصيني، وإنه إحنا كتراثنا إنه ننميه، ونخلي كمان يعني أنت لو بتشوفي إحنا كسوق بيجونا كتير من المغتربين من دول أخرى، من دول أخرى بيجوا بيقولوا لك طب بدهم يشتروا مثلا هدايا لأصحابهم، لعائلات، العائلات اللي موجودين عندهم بأمريكا، سويسرا، الكويت، دول الخليج، إنه كتراثنا يعني إحنا بدنا نهدي هدية مش أي هدية، مميز وفي إتقان بشكل أكيد. لأنه مثلا يعني في عندك قطع ما بتلاقيها بالسوق عنا، يعني بتيجي عندي أنا بالمحل في قطع ما بتلاقيها بالسوق، مش متلاقي ما بتلاقيها متواجدة بالسوق،
المنتج الصيني بتلاقيه بعدة دول، يعني بتلاقيها جميع الدول بتلاقيه هذا المنتج. صحيح. بس بتلاقيها هدية مميزة، والشخص اللي بتلقى هاي الهدية بحس انه مميز عندك، انه اهدتي هدية قطعة مش موجودة وغريبة وغالية بنفس الوقت، يعني لانه خصوصا الشغل اليدوي بياخد وقت في الشغل، وقت وجهد ومال اكيد. فبحس انه قديش يعني انت عزيزة عليه او هو عزيز عليك بتقديمك لهاي الهدية، وخصوصا هلأ يعني احنا مواجهين على عيد الام، وامهاتنا ما شاء الله عليهم ستات يعني تعبوا بتربيتنا، وهي الثقافة اللي علمونا اياها وتوارثناها من اجداد اجدادنا كمطرزات الفلاحي. طبعا هاي حلوة لما بحبوها، يعني عندهم كتير قيمة جدا. فلما انك تيجي تهدي والدتك شغلة جديدة، طبعا هاي بتكون لها غريبة عمق انسان يعني كبير. كمان في شغلة يعني صادفت معي ومع عائلة، يعني توفت والدتهم فعندهم إلها توب يعني أتواب، فحبوا إنهم يتشاركوها، فاقترحت على الأخت إنها تجيب لي هاي الأتواب، فعملت لها منها عدة قطع. فكل أخ من الأخوة أو الخوات أخذ جزء أو قطعة، فهاي كانت يعني تراث ما بينكب، بالعكس إحنا بنجدد، استغلنا بنجدده. فكانت هاي كتير حلوة، يعني حتى كتير أيدوها، وإنه سوينا إياها. أو عندك أنت حتى حابة تجددي شيء معين برضو، إحنا فكرة جميلة. فالحمد لله كانت موفقة. الحمد لله حبيب. مثل ما بنعرف التميز هو أساس النجاح، ما هي الميزة اللي بتميز معرض بازار شغل أيادينا عن باقي المعارض الأخرى؟ هي الميزة مش يعني الحمد لله مش اني بدي افتخر فيها، يعني الحمد لله انه اي انسان بده شيء مميز بتلاقيه موجود ان شاء الله. لانه حتى يعني احنا بجمعيه نصر، جمعيه صناع الحرف التقليديه، فضل من الله متعاونين مع بعضنا. يعني انا حتى عندي غير المنتجات اللي الي، في عندي عده اشخاص من الجمعيه بحبوا كمان يعرضوا منتجاتهم عندنا. يعني انت بتلاقيها مش شخص واحد، بتلاقيها ان شاء الله من عدة اشخاص، انه شغل من عدة اشخاص. فهاي كيف مقر للجمعية بالتسويق. جميل. سيدة اقبال، ما هي المشاكل او الصعوبات اللي بتواجهك في هذا القطاع؟ طبعا اكبر هي مشكلة معروفة، التسويق. يعني حتى لو يعني اوكي وجد المكان، انا كنت اول شيء مكاني بمجدي مول طريق الجامعه الاردنيه، وكان بالفعل يعني هي كانت بدايتي. بس لما لقيت التسويق مش كتير يعني عليه، كان الاقبال كتير كان ضعيف جدا، ممكن حسب المكان. فابتديت اني اغير هذا المكان، ما اضلني مكان واحد. حلو الانسان انه تغيير يسعى. والتغيير كمان جميل، يعني اذا ممكن زي ما بنقول عتبه البيت. صح. انا ممكن رزقتي مش هناك، لا ممكن رزقتي تكون في الياسمين، مكان اخر. فهذا اللي خلاني اغير يعني للياسمين، وان شاء الله بكفي. حتى يعني المكان هنا مريح جدا، وان شاء الله عليه يعني حتى ناس كتير ما شاء الله عليهم. فهذا هو اللي خلاني كعائله واحده يعني، وهي بالفعل أسواق الأسرة، وهي نفسها بتحسيها كأنك عائلة واحدة. الحمد لله. سيدة إقبال، ما هي طموحاتك المستقبلية؟ أبرز الخطط المستقبلية. سؤال يعني قولي لي شو ما بتطمحي؟ بطمح بشغلات كثيرة، يعني اللي حققته حب إنه يعني مش بس أنا إلي، بحب انه الكل يشاركني بهاي الطموحات، بحب انه الكل يستفيد. يعني انا حاليا اول ما يعني عملت هذا المعرض حبيت اني اعمل دورات، وان شاء الله راح تكون للمستقبل. يعني ان شاء الله الشهر القادم ان شاء الله راح اعطي دورات تعليمية للصبايا حتى للشباب. انا حابه يعني مين ما بده، لاني انا يعني بقعد مع كتير شباب بحبوا انهم يشتغلوا بإيديهم. فهاي
حبيتها كثير منهم يعني ليش لا، ومنتعاون معهم. مثلا انه انا حبيت خلصت هاي عندي هاي القطعة عندي، طبعا راح افيد كذا شخص فيها، بروح مثلا للأزاز سوي لي اياها، للنجار، لهذا لهذا، فبعمل من هاي القطعة. اذا سعادة كذا جماعة انهم هاد اكثر من شخص اكيد. فانا حابة كمان الصبايا يعني انهم للأسف الايام هاي اللي احنا فيها التقنية التكنولوجيا الحديثة اخذت كتير من وقتنا صحيح. للأسف وبتاخذ وقت كبير، ما بتخلي الصبايا انهم يشتغلوا شيء منتج يفيدهم، او حتى انهم كصبايا انهم يتعلموا في بيوتهم ويتقنوا في بيوتهم. يعني انا لو تيجي عندي عبيتي كل شيء إلي، انا هاي بيتي مملكتي، بردية انا بخيطها، كنباياتي انا بنجد، دهان انا بالدهان بتعلم، مش غلط ست البيت انها تشتغل بايدها. اكيد حلو انها تكون لما تقعد في مملكتها تكون هي مملكتها، سيدة مملكتها بشغل ايدها، مش غلط. بس للأسف اليوم بتلاقي الصبايا، فأنا بحب أشجع الصبايا إنهم لا اشتغلي، حابة هواية معينة نميها اشتغليها، ما توقفيها لحد معين، لا اشتغلي مش غلط. وطموحي حابة أعمل كل شيء إن شاء الله يا رب يتحقق كل طموحاتك حبيبتي. تسلمي لي. رسالة من حضرتك للشباب والصبايا كونك أحد فرسان التغيير. ما أنا قلت لك يعني أنا هاي اللي بطمح له كتير، يعني بخلال بازارات والمعارض بيجوا عندي شباب بيستغربوا كيف احنا بنقدر نصنع هاي القطعة. كتير ايام كنت طبعا صار لي اوكي فترة يعني اني ما اشتغلتش بايدي، كنت يعني بالمعارض اجيب القطعة اجهزها اجيب القش اشتغل فيه قدام الشباب يعني او قدام الصبايا، فيقولوا كيف عملتيها، افرجيهم كيف عملتها كيف سويتها طرق الهاد، فيقولوا لي خالته حلوه، قلت لهم طب حلوه تعالوا اشتغلوا. طب عيب، ليش عيب؟ ثقافه العيب ما هي اللي خلتنا محصورين. يعني انا شاب اجي اشتغل، طب ماما مش الشغل مش عيب، ما دام انت ما بتحتاج لاي انسان، انت بايدك بتقدر تكون نفسك، بايدك بتقدر تعمل مشروع خاص فيك. عندنا احنا هلا بالبازارات والمعارض ما بتستغرب عندهم شهادات جامعيه بس ما لقوا شغل، هل احط ايدي على خدي واقعد استنى انه اي انسان يجي يساعدني او الاقي لي دعم من برا؟ لا يا لا ماما. طبعا اشتغل مش عيب. يعني عندنا شباب تفخري فيهم بيشتغلوا كل شيء بايديهم، من الاكسسوارات من المطرزات تستغرب يعني، وبتلاقيه بتقن الشاب كتير عنده اتقان وابداع اكثر عنده من. اتقان وعنده ابداع يعني بطريقه ما بتتصوريها. عندك شباب بيحفروا على الخشب، عندك شباب بحب الرسم بيرسموا لك لوحات، عندك شباب بقول لك يعني بنحب نخيط بنعمل ديزاينات يعني منوعه، مش غلط يا ماما ليش صحيح. اشتغل لكل مجتهد نصيب. بتلاقي انا لا الشاب للاسف يعني انا هذا يعني بحزن كثير لما الاقي في شباب قاعدين بيستنوا الحكومه انها توظفهم، بيستنوا يجيهم واحد يدعمهم، بيستنوا انه بنقول لك بروحوا ياخذوا قروض ربويه انه مثلا هيك. ماما انا كانت بدايتي بتعرفي ولا شيء، لا براس مال ولا شيء، تعلمت خلال تعليمي بإنتاجي قطعة 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 قطعة، اتطورت أكثر. القطع هاي جمعتها بتعليمي، جمعتها وكونت هاي يعني بهاي القطعة كونت منتج واشتركت بأول بازار. أول بازار المبلغ اللي كونته طبعا هو اللي دعمني إن أستمر في هذا المشروع، وزي ما حكيت لك لما ساعدني زوجي وأولادي صرنا شوي شوي إنه صار منتجي كبار، صرت أشترك من معرض لبزار، والحمد لله كانت كمان إلي مشاركة كمان معي عندي بالكويت، سافرت على الكويت بهذا المنتج باسم الأردن، يعني الحمد لله لقى رواج كبير بهاي المنتجات اليدوية ما شاء الله يعني بدول الخليج. فالحمد لله يعني بشكر ربي يعني إنه هاي عطتنا هذه الفرص. بالنهاية بنحكي لكل مجتهد نصيب. سيدة إقبال، نتحدث الآن عن نعمة الأمن والأمان، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ الحمد لله فضل من الله، يعني بكف انك يعني كبدايتي لتكوين لمحلي
يعني ما كنت حاطة أمن وحماية مثلا على الأبواب، بالعكس، لأنه كنت عارفة أنه أمان، الدنيا أمان والحمد لله، الوقت أمان، فكان الحمد لله فضل من الله. يعني إن كان عندي هون، إن كان في بيوتنا، إن كان بأولادنا، لما أنه ابنك يطلع. الحمد لله، يعني خلاص حاطة إيدك على قلبك، لا بالعكس، أنه أنا مطمنة أنه الحمد لله رح يرجع لي سالم معافى. الحمد لله كلياتنا ما شاء الله عليهم، يعني كان شباب ولا كان بناتنا بيطلعوا على جامعاتهم يعني بالأمان، الحمد لله، يعني الحمد لله، نحمد ربنا على هاي النعمة، والله يزيدها يا رب إن شاء الله. الله يخلينا جلالة الملك، والله يخلينا القيادة الهاشمية بالفعل، يعني وبهني بمناسبة عيد ميلاده. أكيد ما شاء الله، وإن شاء الله العمر الدائم كله يا رب، لأنه إن شاء الله سندنا كمان، تنسيش يعني قوتنا بناخدها من صحيح طموحنا وقوتنا، يعني لما تلاقينا الكاسيت يعني بقول بدي أساوي، بدي أعمل هيك، عندي طموح كبير وهيك، ليه؟ لأني أنا عارفة إنه في إلي ظهر يعني بحميني، بعطيني فرص، بعطيك دافع، بعطيني دافع إني اشتغلي ساوي، رح يكون لك في إشي يعني إلك مستقبل، فهذا أكبر أمان، يعني الحمد لله فضل من الله. الحمد لله، يعني وجد الأمان وجد الاستثمار. أكيد بالنهاية، أكيد أكيد. هذا سيدة إقبال، لو حالفك الحظ والتقيتي بجلالة سيدنا، شو بتحب توجه الرسالة؟ الله، الرسالة اللي بدي إياها منه يضل إيده بإيدنا، يعني هو كل مكان بإيدنا يعني ومعنا. طبعا إحنا رح نكبر ونزيد، نكبر وبنكبر في كل شيء إلنا، بس صراحة يعني هاي أمنية كنت أتمناها، يعني إنه أكون يعني هيك أتقابل أنا وياه، هو شو الظروف اللي إحنا بنمر فيها، أو في سيدات منا وهيك يعني ما وصلنا للشيء اللي بدنا إياه، فأنا كان طموحي الصراحة أعمل شيء لهذه السيدات، يعني ممكن أنا لقيت إلي دعم كزوجي، مثل زي ما حكيت لك كعائلة، إنها ساعدتني بهذا الشيء، برغم حتى أنا وعائلتي بنتحاول إن نوصل، بس للأسف برضو لسه يعني الحالة المادية سيئة جدا، في عواقب كتير ما بتتصوريها، يعني أنت ممكن بتشوفي اللي إحنا فيه بقول لك أوه عندها محل، بس شو العقبات اللي بتواجهها كست؟ تنسيش أجرات المحلات غالية، إذا ما كان في رزق بدك، طب ما بدك تجيبي، بس زي ما تقولي هم واحد بحمله للتاني. صحيح. فأنا زي ما قلت لك لولا عيلتي واقفة معي ما ضليتني مستمرة بهذا الاستمرار، حتى يعني إنه ضغطت عليهم، بس شو بدي أعمل يعني لولاهم، هم شايفين إنه لازم إنه نطلع، لازم إنه نكافح، وهم شايفين إنه في عندي هدف لهذا الشيء، إني أساعد الستات، أساعد في ناس فقراء كتير للأسف، يعني في شغلات يعني ممكن لو ما نذكرها بس مضطرين إنه نذكرها، يعني في ناس يعني ممكن ناس بتساعد ناس. أكيد. فالحمد لله. الحمد لله. يعني أنا التقيت مرة بجلالة الملكة واقترحت عليها كأنه كدعم للجمعية، وإنه يعني كان كون إنه كأيد واحدة وإشي وهيك، بس بتعرف الظروف والمشغولات طبعا اللي بيناتهم، وهذا ما بتقدري طبعا شو تحكي. صحيح. الله يعطيهم العافية، بس كإحنا زي ما حكيت الظروف الاقتصادية كتير مأثرة فيها، مش فيها أنا لحالي، وكشباب وللكل. صح، بضم صوتي لصوتك حبيبتي. في نهاية الحلقة ممكن تعرف السادة المشاهدين بموقع المعرض وأرقام الهواتف؟ طبعا موقعنا الجديد طبعا بالحي الياسمين، ضاحية الياسمين فوق كارفور، وهو هذا اسم مجمع للأسرة، يعني كل ما بتلاقيه، كل المحتاج، كل مستلزمات الأسرة، الأسرة إن شاء الله راح تلاقيه عنا، ومن هدايا من كل شيء إن شاء الله. أرقام تلفوني طبعا، بس هو رقم تلفون 079-715-6696، هذا الرقم يعني متواجد معي باستمرار، مين بيحب ياخد دورات، مين بيحب انه يتعلم نساعده اللي بنقدر عليه، احنا على استعداد شو ما بده احنا حاضرين،
وبشرفونا طبعا كذا. اكيد رسالتك وصلت حبيبتي، هدايا شغلات برضو بتشرفونا. أكيد في نهاية حلقتي لهذا اليوم نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيدة إقبال محمد سلامة على هذا اللقاء والاستقبال الرائع. شكرا لك ونورتينا عبر قناة جسد. حبيبتي شكرا لكم واستقبالكم حبيبتي. الله يسعدك يا رب. واحنا الأردني طبعا في جلدهم نرفع الراس ومنك تسعى.